محمد وقربي، مهنة أستاذ تعليم ابتدائي وفي نفس الوقت رئيس جماعة القصيبة. وجماعة القصيبة هي واحد الجماعة، يعني واحد الجماعة ترابية اللي كتنتمي لإقليم بني ملال، وهي يعني توجد يعني في بوابة ديال المناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال، وكتبعد على إقليم بني ملال بواحد 48 كيلومتر. كما جاء في جوابكم السيد الرئيس، ما هي المؤهلات التي تظهر بها منطقة القصيبة؟ منطقة القصيبة يعني واحد المنطقة اللي حباها الله بمؤهلات يعني طبيعية متنوعة اللي كتأهلها تكون رائدة في المجال السياحي، ولا سيما السياحة الجبلية. وهي واحد المنطقة اللي غنية بالتراث ديالها ومعروفة على الصعيد يعني الجهوي وعلى الصعيد الوطني، بل الصعيد العالمي، بحيث أنها كانت يعني واحد معقل آخر معقل كان فيها الفرنسيس في إبان الاستعمار، واللي الناس ديالها كانوا يعني المقاومين وتحلوا بواحد الشجاعة وواحد باش أنهم يعني يخرجوا المستعمر من 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 المنطقة ديال 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 ايتويرا. هي منطقه، هاد القصيبه راه كتواجد في واحد المنطقه اللي كتسمى ايتويرا. السيد الرئيس، ننتقل الان الى المجال التسييري. ما هو برنامجكم الذي سطرتموه عند تحمل لكم مسؤوليه الشان العام المحلي، وهل تم ترجمته على الارض الواقع؟ طبعا كاي جماعه وفي اطار القانون التنظيمي 1413، ان اي رئيس جماعه يعني ملزم باش انه يعد واحد برنامج عمل، يعني اللي هو خارطه الطريق اللي خص يعني المشاريع المقترحه والمشاريع اللي غادي تبرمج انها خصها تنزل الى ارض الواقع. واكيد اننا يعني بمعيه الشركاء ديالنا ومجموعه من 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 الشركاء يعني تم اعداد واحد برنامج اعمال في اطار تشاركي مع المجتمع المدني، مع الـ 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 يعني القطاعات الحكوميه التابعه للدوله. الوغ حددنا واحد برنامج اعمال اللي فيه واحد مجموعه من المجالات الاساسيه اللي غنذكر على سبيل المثال ديالها، كاين يعني تقويه او الولوج او عفوا البنيات التحتيه، وايضا الولوج الخدمات الاساسيه، وايضا خلق فرص شغل، ايضا تنميه القطاع الرياضي والثقافي يعني والاهتمام بالشباب. واذا هذه مجموعه من المجالات يعني الكبرى، وعلى ضوءها تم ترجمه مجموعه من المشاريع اللي الحمد لله تم تنزيل ديالها للارض الواقع، سواء بالامكانيات الذاتيه للجماعه او سواء باطار شراكه مع شركاء مختلفين، وايضا في اطار واحد البرنامج اللي هو برنامج تاهيل مدينه القصيبه. اذا فيما يخص البنيه التحتيه، تم يعني تسطير مجموعه من المشاريع اللي منها يعني تهيئه الاحياء ناقصة التجهيز اللي فيها التبليط، فيها الترصيف، فيها يعني الإسفلت. والحمد لله راه القصيبة قطعت أشواط فد المجال هدف يعني النوعية ديال هاد المشاريع، وتم استهداف تقريبا جميع أحياء المدينة في إطار الأولويات. يعني الحي كان استهدفه، ولكن ماشي تنخدموا الحي كان، وإنما الأولويات ديال الحي، لا سيما الولوج الحي. ثم في إطار الإنارة العمومية تم يعني تهيئة مجموعة من الشوارع بإنارة جديدة، وإنارة يعني كتأهل المدينة تعطيها واحد 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 رؤية أخرى، واحد النوتر لوك يعني. ثم في مجال المجالات، المجال الأخضر، المجالات الخضراء، تم إعداد مجموعة من المناطق اللي كانت تعتبر بنقاط سوداء داخل المدينة، وتم ترجمتها إلى مناطق يعني اللي الإنسان تيجي يلقى راحته فيها. يعني تم تهيئتها بكراسي، بإنارة، بتشجير، وبديبوبيل كومسا، يعني واحد الفضاء اللي يكون مهيئ لسميته. ثم أيضا تم في إطار برنامج تأهيل المدينة، تم تهيئة مداخل المدينة بواحد الهيكلة جميلة، إسوة بالمدن يعني اللي في الجوار واللي في المجاورة لنا. وأيضا في إطار تطهير السائل، تم يعني تتمت في إطار مشروع ديال تطهير السائل، تتمت بعض الاشغال في مجموعه من الاحياء.
ثم أيضا فيما يخص المجال المتعلق بالرياضة والثقافة تم تهيئة أو بناء ملاعب القرب ملعبين للقرب وتم بناء مسبحين مسبح يعني في واحد المنتزه ديال تغبالوت ومسبح في بلدي داخل المدينة وأيضا تم بناء يعني في الشطر الأول قاعة الثقافة دار الثقافة والآن نحن بصدد يعني كنتسناو واحد الشراكة توقع من طرف وزارة الشباب والرياضة اللي متعلقة بواحد القاعة مغطاة متعددة الاختصاصات اللي السيد الوالي مشكور يعني وقف عليها عن كتب وأيضا تم في إطار شراكات تهيئة بعض المدارات السياحية ليزالونتور ديال المدينه باش تعطى واحد رونق للمدينه ولقاو السكينه واحد مكان للتجوال والترفيه ثم هناك ايضا واحد الطريق اساسيه اللي تتربط واحد المنتجع سياحي بالمدينه تم يعني الاشغال في اطار تهيئه وهذا يدخل في اطار شراكه مع مجلس جهه بني ملال الخنيفره مشكور في شخص السيد الرئيس والاعضاء ديالو ومشكور ايضا السيد الوالي اللي وقف على المشروع هذا تخرج الحيز الوجود اللي غادي يطفي المنطقة واحد وقع إيجابي إن شاء الله لا سيما بأنه غادي يعني يعطي واحد المكانة للمنتجع ديال تغبالوت المعروف على الصعيد الجهوي وهذا المنتجع أيضا يعرف مجموعة من المشاريع اللي كانت يعني متوقفة ومشاريع أخرى اللي تم إحداثها في إطار هذا برنامج العمل ومن بينها يعني إعداد واحد الفضاء خاص فضاء تجاري فين يلقاو يعني الناس اللي جاوا المصطفين الزوار يلقاو فين يعني ياكلوا ويشربوا يعني واحد مكان تجاري وايضا تتم الان يعني هناك مشروع في طور الانجاز وهو مشروع ديال لي زيسباس فيغ يعني المجالات الخضراء ثم ايضا هناك مشروع يعني جاي في الطريق ان شاء الله اللي السيد الوالي مشكور واقف عليه وهو ثمره شراكه ما بين وزاره السياحه والجهه اللي كيتعلق الامر ب يعني دي بارك دو جو فضاءات الترفيه ديال الاطفال وايضا يتبنوا مراحيض يعني اون دور اللي غتوزع في المنتجع وايضا يتهيئ ديزيسباس فيغ ثم ايضا بالاضافه لهذا الشيء اللي قلت هناك مشروع ان شاء الله راه اون كور دو لونسمون اللي هو واحد مركب رياضي ملعب كبير غادي يدار في هذا المنتجع هذا باش انه يستقطب يعني يكون واحد مكان لاستقطاب يعني الفرق الرياضيه قصده يعني لي كونسونطراسيون ولا تربوسات الى اخره وايضا يكون واحد المجال مفتوح للشباب ديال المنطقه لصق المواهب ديالهم والمزاوله ديال الرياضه بعيدا عن تناول يعني كل ما يسيء للشباب من المخدرات الى اخره هذا بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع إن شاء الله اللي الآن واحد الحزمة ديال المشاريع اللي غادي يطلون صدبها دائما في إطار التهيئة ديال الأحياء الناقصة التجهيز اللي فيها طبليط وفيها ترصيف وفك العزلة بعض الأحياء ثم هناك مشروع أيضا اللي إن شاء الله نتمنوا أن تكون القصيبة رائدة في هذا البروجي وهو ثمرة شراكة ما بين جهة بني ملال الخنيفرة والمجلس الجماعي لمدينة القصيبة ويتعلق الأمر بالطاقة المتجددة وهو واحد المشروع اللي غادي تكون ديك الإنارة العمومية بواسطة يعني الانرجي الطاقة الشمسية الانرجي سولار وهذا المشروع هذا يعني في التهيئة الأخيرة ديالو باش أن الجهة إن شاء الله اللي هي حامل المشروع باش غادي تلونسي إن شاء الله وغادي يكون إن شاء الله واحد 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 نموذج يعني المناطق الأخرى هذا بالإضافة إلى يعني مشروع آخر اللي كيتجلف يعني في البعد التعميري ديال المدينة اللي هذا المجلس هذا في البرنامج عمل ديالو سطر على أن الأساس أن المنطقة يعني حباها الله كما قلت سابقا بواحد الموقع استراتيجي ويعني غابت يعني ضايرة بها يعني واحد موروث ثقافي موروث طبيعي إلى آخره كيأهل باش أنها تكون واحد مدينة بحال الشكل ديال إفران ألوغ هنا في ضابط البناء في إطار واحد التهيئة ديال أو لا ميزانيفو ديال واحد
واحد سبعة ديال الأحياء ناقصة تجهيز. ثم أيضا في إطار البلون داميناجمون تم يعني إضافة مجموعة من الأمور فد ضابط البناء اللي هو اللي تويل غو داك القرمود الحمار يدار في المنازل. الرخص قاعدة باللي ولينا كان أعطيه هذه سنة تقريبا أن هذه الرخص ضروري يكون فيها واحد الواجهة بالقرمود الحمر. وإلا كانت شي حاجة يعني لو ديرني إيطاج يكون بلا شاربونت ويكون بلي تويل غوج على أساس من هنا واحد 6 سنوات 7 سنوات تبان واحد المدينة في حلة جديدة. هي في الحقيقة صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعني ماشي هذا البرنامج الحال يعني الحالي في البرامج السابقة أن كانت مجموعة من 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 يعني من ليزاكس. كاين البرنامج الأفقي وكاين محاربة الفقر في الوسط القروي وكاين محاربة الهشاشة في الوسط الحضري إلى آخره. يعني في الحقيقة بالنسبة للبرنامج محاربة الوسط في الفقر في الوسط القروي أن المدينة يعني حضرية ما غاديش تستافد في هذا البرنامج. ثم بالنسبة للبرنامج ديال محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري هذا دخل بالنسبة للجماعات اللي فايتة واحد 25,000 نسمة. احنا لسوء الحظ الجماعة ديالنا يلا 20,000 نسمة إذا ما استفدناش من هذه المشاريع. ولكن تيبقى المشروع اللي غادي تستفد منه الجماعة هو البرنامج الأفقي. ومن ضمن هذه المشاريع كان مشروع كما قلت في المصطف ديال تغبالوت اللي هو مشروع ديال محلات تجارية في إطار شراكة مع صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية أرباب المقاهي اللي كان واحد المشروع بواحد الغلاف مالي على شطرين. غلاف مالي تقريبا 1 مليون دو درهم في الشطر الأول و 1 مليون دو درهم في الشطر الثاني ولكن موزعة على الشركاء. ثم هناك أيضا واحد مشروع اللي إن شاء الله في الإعداد ديال المساطير ديالو الخاصة بالصفقات يعني في النهاية ديالو اللي خاص واحد دار الصانعة اللي دخل فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك وأيضا الصناعة التقليدية والمجلس الإقليمي والجامعة الحضارية. هذا بالنسبة للمشاريع اللي الجامعة دخل كشريك اللي استفدت كبورتور دو بروجي. ثم هناك مشاريع اللي الجمعيات في إطار دائما هذا البرنامج الأفقي استفدت من مجموعة من المشاريع مجموعة من الجمعيات استفدت من مجموعة من المشاريع سواء المشاريع مديرة للدخل أو مشاريع اللي عندها يعني الاستهداف ديال المرأة أو الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. هو بعيدا عن الجهات الرسمية الداعمة ودور مسؤولي الجامعة في تنميتها ألا يوجد هناك تواصل بينكم وجمعية المجتمع المدني التي تنشط في المجال القروي؟ طبعا لأن أي رئيس يعني جماعة ولا أي جماعة لا يمكن أنها تشتغل بمفردها. لابد من راه يكذب عليك الداب يقول لك أن الجماعة تخدم بوحدها ولا السلطة تخدم بوحدها ولا قطاع معين يخدم بوحده ولا جمعية. لا احنا كنشتغلوا دائما بواحد المبدأ ديال 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 المقاربة التشاركية والمجتمع المدني راه نص عليه يعني المواثيق يعني الدولية والدستور ديال 2011 والقوانين التنظيمية اللي كتنظم العمل ديال الجماعات أن المجتمع المدني يعتبر شريك أساسي في التنمية المحلية. وأنا كنهضر معكم راه قبل ما نجي نكون كرئيس راه كنت فاعل جمعوي والتيكيت ديال الجمعيات ديما كتغلب عليا. إذا أكيد أنني غادي نستفد من ديك التجربة باش أننا نستعنوا بالجمعيات. وفعلا هو ما تأتى بالطبع لأن مجموعة من النواقص اللي كنا كنعيشوها فاش كنا كمجتمع مدني حاولنا باش أننا نغطيوها فهاد يبان تحملنا هاد المسؤولية هذه إلى درجة أن المقر الرسمي ديال الجمعيات في الأنشطة ديالها هو المقر ديالنا ديال الجماعة اللي كنتواجدوا بها الآن اللي ما عمرهم اشتغلوا فيه. وأيضا المنح تقدمت الجمعيات دون استثناء الجمعيات الفاعلة والجمعيات الرياضية خاصة أن منح اللي كتقدم لها والمساعدات اللي كتقدم لها يعني احنا بالنسبة لنا كنعتبروا الجمعيات كشريك أساسي في التنمية. أنا من هذا المنبر أود أن أشكر يعني الموظفين ديال الجماعة ديال القصيبة التفاني ديالهم الخدمة والحسن الأداء ديالهم والإنصات ديالهم لهموم المواطنين. صحيح أن الجماعة إلا ما كانش يعني عندها واحد يعني موارد بشرية سواء من حيث الكفاءة أو من حيث الضمير المهني
راه ما يمكنش ديك الجماعه تمشي لقدام. وحتى العلاقه بينها وبين المسؤول كرئيس وبين يعني المجلس بصفه عامه لابد باش انه يكون يعني تواصل فعال، وما تبانش ديك القضيه ديال الرئيس هو مرؤوس ويتم داك الشيء في اطار واحد 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 المرونه، باش اننا في النهايه وفي اخر المطاف اننا نسدي واحد الخدمه للمرتفق. بالرغم من هذا فاحنا كنعيشوا مشاكل ماشي ما تنعيشوهاش، خاصه وان كاين واحد 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 الندره ديال الموارد البشريه، لان مجموعه من الموظفين تحالوا على التقاعد مشاو ما تعوضوش، ومجموعه من الموظفين الان مقبلين على التقاعد وما غادي يمشيو. اذا هنا كاين واحد الاشكال ان الموارد البشريه غادي تكون يعني من هنا يعني في الافق غادي تكون يعني خاصه الجماعه. وراه كنفكروا مؤخرا جات واحد المراسله ديال السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الداخليه على اساس ان الامتحانات ان تفتح الباب ديال المباريات من اجل يعني باش يعمروا دوك لي بلاص ديال دوك الناس اللي تقاعدوا، والجماعه ضخ دماء جديده وكفاءات جديده شباب جديد باش انه يمشي بهذه المؤسسه للمستوى والاهداف المطلوبه. ثم جانب اخر هو ان هذا الموارد البشريه لابد من تكوين، يعني تكوين مستمره لابد، لان هناك مستجدات، هناك قوانين جديده، هناك مجموعه من الامور اللي ضروري تكون المواكبه ديالها بشكل مستمر باش ان يكون يعني هذاك الموظف يكون دائما المعلومه واي مستجد يكون على درايه به. وبالاضافه الى التحفيزات كتعرفوا الجماعات لا سيما وان واحد الشق كبير كنشتغلوا به انطلاقا من الاعوان الموسميين، وهاد الاعوان الموسميين هما يعني هي الجماعه كتخلق فرص شغل، ولكن هاد الاعوان الموسميين تيشتغلوا بواحد اقل من السميك، واحد 1500 درهم، وحنا درناهم سجلناهم في ليركار، وكاين مجموعه من الامور اللي كيستافدوا منها، ولكن تيبقى داك الشيء ناقص بزاف. نتمناو من هذا المنبر حتى الوزاره الوصيه ان تشوف في هاد الفئه هذه، لان راه كتحمل واحد 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 العبء كبير، واحد هي اللي كتهز البلديه، تتهز الجماعات سواء فيما يخص جمع النفايات مثلا، الكراج ديال السواقي مثلا، الفيضانات، اذا هما اللي تيكون جنود الخفاء وسميهم. السيد الرئيس، ختاما لهذه الحلقه، ما هي رسالتك للسكن المحليه؟ رسالتي للسكنه المحليه من هذا المنبر، انا اشكر السكنه ديالي ديال مدينه القصيبه على الالتزام ديالها، الالتزامات الاحترازيه بعد هاد كوفيد، هذا ديال كوفيد 19، لان الحمد لله حنا في مدينه القصيبه، المدينه اللي في الاقليم ديال بني ملال ولا في جهه بني ملال الخنيفرة، ما عمر يعني كان واحد مجهود جبار من طرف السلطات المحليه، الدرك الملكي، القوات المساعده، الاطر الصحيه، الجامعه الترابيه، يعني هاد الاعوان اللي ذكرت اللي هضرت عليهم تا هما كانوا يعني فاعلين، كان مجموعه من 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 يعني من تدخلات، يعني كانت مثابرة، كاين عمل يعني مستمر وجاد من أجل أن المدينة ديالنا تبقى زيرو كوفيد، اللي ما كنتجاوزوش دابا جوج حالات لحد الساعه، دابا جوج حالات اللي كاينين ومتابعين من طرف الاطر الصحيه ومن طرف السلطات. وتنقول لهم تنوجه لهم واحد الرساله بان المدينه ديالنا راه غاديه في واحد المنحه ايجابي، راه الحمد لله المدينه الحاجه اللي وعدنا بها السكينه راه يعني تنزلت على ارض الواقع، ونتمنوا التعاون من الجميع والكل شيء يعني يد في يد من أجل الارتقاء بهذه المدينة إن شاء الله. السيد الرئيس، شكرا لكم مرة ثانية. أشكركم، وبعد راه تحملت عناء التنقل، وتنشكركم جزيل الشكر، وما تكونش هذه فرصة أولى إن شاء الله. ميرسي. مشاهدي متتبعي قناة موقع مرب 24، إلى اللقاء في حلقة جديدة مع ضيف جديد. يوتيوب ديالنا، وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.